بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ببتدي معاكم درس تمثيل الدوال النسبية بيانياً رياضيات 3 ريض 261 المستوى الثاني للعلوم التجارية. أي معاكم نشوف الأهداف. أهداف الدرس: أمثل دوال نسبية لها خطوط تقارب رأسية وأفقية بيانياً. الهدف الثاني: أمثل دوال نسبية لها نقاط انفصال بيانياً. أي أبتدي بأول هدف اللي هو خطوط التقارب الرأسية والأفقية. الدالة النسبية هي دالة في الصورة f of x تساوي ax على bx، معناته الدالة النسبية يكون فيها بسط ومقام، حيث الدالة AX و BX دالتان كثيرتا الحدود، بشرط أن الدالة اللي في المقام لا تساوي الصفر. ببتدي بخطوط التقارب الرأسية، فباي بقول دائما المقام يساوي صفر ومنه بوجد قيمة X. خطوط التقارب الأفقية عندي ثلاث حالات: الحالة الأولى لما تكون درجة البسط أكبر من درجة المقام، فأنا عندي لا يوجد خط تقارب أفقي. أما لما تكون درجة البسط أصغر من درجة المقام، فعندي خط التقارب الأفقي y يساوي صفر. آخر حالة عندما تكون درجة البسط تساوي درجة المقام، فعندي الواي تساوي معامل البسط الرئيس على معامل المقام الرئيس. الحين بنشوف مع بعض خطوط التقارب الرأسية والأفقية بشكل أوضح. نشوف هني ذي الجدول اللي معاكم، يقول لي إذا كانت درجة AX اللي هي البسط أكبر من درجة BX اللي هو المقام، فإنه لا يوجد خط تقارب أفقي. وإذا كانت درجة البسط اللي هو AX أصغر من درجة المقام اللي هو BX، فإن خط التقارب الأفقي هو المستقيم y يساوي صفر. وآخر حالة إذا كانت درجة AX اللي هو البسط يساوي درجة المقام، فإن خط التقارب الأفقي هو المستقيم ويقول y يساوي معامل البسط الرئيس اللي هو للـ AX على معامل المقام الرئيس. وأشوف في الحالتين، في الحالة الأولى كتبت لو يوجد خطوط تقارب أفقية، وهني يوجد خط تقارب أفقي واحد. نشوف أول خانة، أي أشوف هذه المثال. الحين نشوف هذا الرسم البياني، باي أشوف عندي الدالة f of x تساوي x تربيع على x زائد واحد، أي أحدد خطوط التقارب الأفقية والرأسية. طبعا لأن درجة الأس درجة البسط 2 ودرجة المقام 1، لأن x أسها 1، فدرجة البسط أكبر من درجة المقام، إذا لا يوجد خط تقارب أفقي نفس ما قلت قبل شوي. أي بعدين أحدد خط التقارب الرأسي، قلنا خط التقارب الرأسي أخذ المقام اللي هو x زائد 1 يساوي صفر. باي أنقل الواحد بذي الشكل، فبيصير عندي x تساوي سالب 1، وبذي الشكل أنا طلعت خط التقارب الرأسي. إنزين شلون أرسمه؟ أروح حق x تساوي سالب 1، هني عندي هذه النقطة اللي هني، أحط عندها x سالب 1 نقطة، وأرسم خط التقارب الرأسي بذي الشكل، وأحطه خط متقطع. وأنا بذي الشكل انتهيت من أول حالة. أي أشوف الحالة اللي عندي الثانية، اللي هي عندي الدالة f of x تساوي 3 على x تربيع ناقص 1، ألاحظ أن درجة البسط هني أصغر من درجة المقام، لأن x هني x تربيع، فالمقام أكبر من البسط، لذلك أنا بقول خط التقارب الأفقي y تساوي صفر. الحين بشوف شلون أوجد خط التقارب الرأسي، فناخذ
المقام اللي عندي هني واسويه بالصفر، ولانها اكس تربيع فاكس تربيع لما انقل سالب واحد بتصير واحد، اجيب الجذر التربيعي بتصير عندي نقطتين اللي هي اكس سالب واحد واكس بواحد. فبذلك انا طلعت خط التقارب الرأسي، طلع عندي خطين، وخط التقارب الافقي اللي هو واي يساوي صفر. اروح عند الرسمة اي اشوف خط التقارب الافقي، مدام افقي كهو ذي الخط الاخضر المتقطع، ليش انا حطيته هني؟ لان انا قلت عند الصفر. وثاني شيء بيرسم خط التقارب الرأسي او الخطين اللي طلعوا لي لما اكس تساوي سالب واحد هني، ولما اكس تساوي واحد هني، فحط خط التقارب الرأسي وحطهم خطين متقطعين. وبذلك كملت انا من هذه الجزء. اي اشوف اخر حالة عندي لما يكون عندي اف اف اكس تساوي 2 اكس زائد واحد على اكس ناقص ثلاثة. الاحظ الاكس البسط اللي عندي 2 اكس هني اسها كم؟ اسها واحد، الاكس اسها واحد. ونفس الشيء في المقام اكس هني عندي اسها واحد، لان اس البسط يساوي اس المقام. فخط التقارب الافقي انا شنو اقول؟ اقول معامل البسط معامل اكس 2، ومعامل اكس في المقام واحد، فاثنين على واحد عطاني واي تساوي 2. اي اشوف خط التقارب الرأسي، قلنا نفس الحالات القبلية، باي باخذ المقام اللي هو اكس ناقص ثلاثة وبساويه بالصفر. لما انقل الثلاثة الطرف الثاني بيطلع عندي ثلاثة موجبة، لان هني اشارتها سالبة. فأنا انتهيت من هذه الحالات شلون أوجد خطوط التقارب الرأسية والأفقية. بس بلاحظ ملاحظة فيهم كلهم، أن خط التقارب الرأسي دائما أساوي المقام بصفر. فدائما خطوط التقارب الرأسية بنفس الطريقة أساوي المقام بصفر، لكن خطوط التقارب الأفقية أشوف شنو هي الحالة اللي تناسب عندي. أي الحين أشوف الأمثلة اللي عندي هني أو التمارين، بيقول أمثل دوال نسبية لها خطوط تقارب رأسية وأفقية بيانياً. عندي هذه التمرين اف اف اكس يساوي 2 اكس تربيع ناقص 5 على اكس زائد 1. بلاحظ معاكم هني أن أس البسط أكبر من أس المقام، لأن أس البسط باثنين وأس المقام بواحد. فيشوف معاكم هني كتبت درجة البسط اللي هو أس البسط أكبر من درجة المقام، إذن لا يوجد خط تقارب أفقي. زين الحين بيشوف شلون باوجد خطوط التقارب الرأسية. آية آخذ المقام أساويه بالصفر، فباخذ إكس زائد واحد يساوي صفر، أنقل الواحد فتصير إكس تساوي سالب واحد. إذن يوجد خط تقارب رأسي للدالة معادلته اكس تساوي سالب واحد. وهذه كان تمرين على اول حالة. اني نشوف تمرين ثاني. لما عندي اف اف اكس تساوي 8 اكس زائد 3 على 2 اكس زائد 1. فبلاحظ معاكم ان الاكس اسها واحد في المقام، والاكس اللي في البسط كذلك اسها واحد. لما الاقي اس البسط يساوي اس المقام، فيشوف الحل عندي هني، بيقول درجة البسط تساوي درجة المقام، إذا خط التقارب الأفقي هو، باي آخذ معامل الإكس اللي هو 8 على معامل الإكس في المقام اللي هو 2، 8 على 2 بيساوي لي 4. الحين أيا تشوف شلون أوجد خط التقارب الرأسي. باخذ المقام بساويه بالصفر، 2 إكس زائد 1 يساوي صفر، أنقل الواحد فتصير سالب واحد، ولأن بين اثنين والإكس ضرب فأنقلها بالقسمة تصير سالب نص. وبذي الشكل أنا انتهيت من خط التقارب الرأسي اللي هو معادلته إكس تساوي سالب واحد على 2. نروح حق آخر تمرين. اف اف إكس تساوي 5 إكس زائد 1 على إكس تربيع ناقص 9. بلاحظ معاكم هني أن أس البسط بواحد وأس المقام باثنين، معناته أس درجة البسط أصغر من درجة
المقام أو تشوف شنو خط التقارب الأفقي اللي أخذناه؟ درجة البسط أصغر من درجة المقام، إذن خط التقارب الأفقي للدالة هو واي يساوي صفر. خلصت من خط التقارب الأفقي؟ آيا تشوف شلون بطلع خط التقارب الرأسي؟ باخذ المقام بسوي بالصفر، سالب 9 نقلتها صارت 9، بعدين لأن إكس تربيع أجيب الجذر التربيعي للطرفين فيطلع عندي إكس تساوي 9 الجذر التربيعي لها موجب وسالب 3، فأنا أوجدت خطا تقارب رأسي لهالدالة. الأول هو إكس تساوي سالب 3 والثاني إكس تساوي 3، وبذي الشكل أنا عرفت شلون أوجد خطوط التقارب الرأسية والأفقية لكل دالة من الدوال النسبية اللي عندي إياها. أي أشوف معاكم شلون أبتدي أمثل هذه الدالة. مثال: إذا كانت f of x تساوي x ناقص 2 على 2x زائد 2، أكمل الجدول ثم مثل الدالة مبيناً خطوط التقارب الرأسية والأفقية إن وجدت. أي أشوف معاكم الجدول اللي عندي ياهني فيه قيم للإكس وقيم للأف أوف إكس. ألاحظ أن قيم إكس وهو يعطيني إياها في السؤال، أنا فقط أوجد قيم أف أوف إكس، فبأشوف معاكم الجدول. بناخذ أول قيمة اللي هي سالب 4 هني، بأخذ هذه القيمة سالب 4 وبعوض وين؟ بعوض في هذه الدالة أوف أوف إكس، فلما أعوض عن كل إكس بسالب 4 تطلع القيمة اللي عندي لأوف أوف إكس تطلع لي بواحد، وبنفس الصورة أنا بوجد القيم كلها. بلاحظ عندي هني عند سالب 1 لما أي أعوض عنها تطلع غير معرفة، لأن أنا بيا أشوف هني 2 في سالب 1 سالب 2 زائد 2 بيعطيني صفر، ودائما إذا المقام بصفر فمعناتها عندي الدالة هني غير معرفة، لذلك أنا كتبت غير معرفة. وبنفس الطريقة أنا عوض عن القيم اللي بعدها. الحين بني نشوف شلون أوجد خطوط التقارب الأفقية. بيا أقول درجة البسط تساوي درجة المقام، لأن x معاملها في البسط 1 ومعامل x في المقام 2، فبقول y تساوي نص، إذن خط التقارب الأفقي هو y تساوي نص. الحين بشوف شلون بوجد خط التقارب الرأسي، فبياخذ المقام وأسويه بالصفر فيطلع عندي 2x زائد 2، بنقل الاثنين بتصير سالب 2، والاثنين اللي مضروبة مع الإكس اللي هي 2 إكس بوديها بالقسمة، فبتصير سالب 2 على 2 بيعطيني المعادلة إكس تساوي سالب 1، وهذه هو خط التقارب الرأسي للدالة. بعد ما طلعت خطوط التقارب الأفقية والرأسية، أي أشوف معاكم شلون بمثل هذه الخطوط التقارب الأفقية والرأسية. إني نشوف الرسم البياني اللي عندي هني، أول خطوة بسويها بروح أشوف خط التقارب الرأسي. أنا طلعته إكس تساوي سالب 1، أروح حق الرسم اللي عندي هني وأشوف كم قيمة إكس اللي أبيها. أبي عند سالب 1، فخذيت عند هذه النقطة رسمت خط التقارب الرأسي، وقلنا خط التقارب الرأسي أحط خط متقطع أو مستقيم متقطع. بعدين أي أشوف خطوط التقارب الأفقية، رسمت خط التقارب الأفقي عندي ياهو بنص، فأروح عند واي تساوي نص هني باي أرسم خط التقارب الأفقي وهو خط أو مستقيم أفقي. بعدين باي أحط النقطة الأولى اللي هي سالب 4 1، أروح قيمة إكس بكم؟ سالب 4 وقيمة واي بواحد، فأحط النقطة هني سالب 4 1، بعدها يرسم سالب 2 و2، وبعدها باي أرسم 0 وسالب 1 و2 وصفر.
بتلاحظون معاي ان في نقطة انا ما رسمتها اللي هي سالب واحد، لان تطلع عندها الدالة غير معرفة، ومتى تكون غير معرفة؟ عندما المقام يساوي صفر، معناته عند خط التقارب الرأسي. الحين بعد ما رسمت النقاط اي اوصل بين كل نقطتين انا رسمتهم بذي الشكل. لاحظتوا معاي بعد ما وصلت بين النقطتين انا ما قطعت اي خط من خطوط التقارب، بس خليت الخطوط اللي انا رسمتها ذي اللي باللون الاحمر تقترب من خطوط التقارب الرأسية والافقية لكن ما تقطعها. وبذي الشكل انا مثلت الدالة اللي عندي وبينت خطوط التقارب الرأسية والافقية. الحين ننتقل الى الجزء الثاني من الدرس. أي أمثل دوال نسبية لها نقاط انفصال بيانياً؟ أول شيء لازم أقول يوجد في بعض الأحيان نقط انفصال في التمثيل البياني للدالة النسبية، وتظهر هذه النقط على شكل فجوات في تمثيل الدالة البياني، لأن الدالة تكون غير معرفة عند تلك النقاط. إذا كانت الدالة AX على BX يعني دالة نسبية، حيث B لا تساوي صفر يعني المقام لا يساوي صفر، وكان X ناقص C عامل مشترك بين AX و BX اللي هو الباسط والمقام، فبقول فإنه توجد نقطة انفصال عند X تساوي C. وليش عند X تساوي C؟ لأن العامل المشترك لما أساوي بالصفر فبنقل السالب C بتطلع عندي C. هيا شوف الدالة اللي عندي، عندي f of x تساوي x زائد 2 في x زائد 1 على x زائد 1. أنا بشوف العامل المشترك عندي x زائد 1، فبختصره من البسط ومن المقام بيبقى عندي x زائد 2 بشرط أن x لا تساوي سالب 1. هيا شوف معاكم الرسمة هني، بلاحظ أن هذه الدالة هذه رسمتها فيها فجوة في هذه النقطة، وبنشوف بعدين شلون نطلع الفجوة. يعني معناته أن لما تكون عندي أي دالة نسبية وفيها عامل مشترك لازم بتطلع عندي فجوة في الرسمة. إني نشوف شلون بطبق ذي في التمرين. ناخذ التمرين اللي عندي ياهني اللي هو مثل الدالة f of x تساوي x تربيع زائد 4x ناقص 5 على x زائد 5 بيانيا. أول خطوة بسويها بيقول x تربيع زائد 4x ناقص 5 هي كثيرات، هي حدودية ثلاثية. شلون أحللها؟ أفتح قوسين أبتدي أحلل الحد الأول اللي هو x تربيع، التحليل ماله هو x في x، بعدين أخذ الحد الثالث اللي هو الخمسة، فبقول هو عبارة عن 5 في 1. أي أقول مدام الإشارة سالبة فقوس سالب وقوس موجب على أي أساس؟ أي أشوف لما أي أوزع الإشارات وأي أجمع 5x زائد x في سالب 1 اللي هي سالب x يعطيني 4x، إذا الإشارة لا نختاريتها اختياري صحيح. بعدين أي أشوف في عامل مشترك بين البسط والمقام اللي هو x زائد 5، اختصرتهم مع بعض بقالي x ناقص الواحد. الخطوة اللي بعدها باي أسوي جدول في x و f of x. طبعا مرة بحط x بصفر ومرة بحط f of x بصفر، فباي هني هذين النقطتين بلاحظ معاكم، هذه النقطة الأولى x بصفر و f of x هني بصفر، دائما أنا أحطها. بعدين أي أطلع القيم اللي بقت عندي. لما أي أعوض بإكس بصفر في هذه اللي بقالي اللي طلع عندي هني، بقول صفر ناقص واحد بيعطيني سالب واحد وهو قيمة أوف أوف إكس. ولما أي أعوض عن أف أوف إكس بصفر، لما أي هني مثلا باي باخذ أوف أوف إكس بصفر، فباي بقول صفر يساوي إكس ناقص واحد، أنقل السالب واحد فتطلع عندي هني بواحد، لذلك أنا حطيت في الجدول اللي عندي هني واحد. وبهذا الشكل أنا طلعت القيم اللي عندي في الجدول. أي الخطوة اللي بعدها باي أطلع الفجوة. قبل لا يطلع الفجوة
اتخلص من هذا الجزء. اني نشوف الفجوة شلون بيطلعها، بيقول العامل المشترك. من هو العامل المشترك؟ هو الجزء اللي انا اختصرته في البداية اللي هو اكس زائد 5 اللي هني اختصرته في البسط والمقام، فبقول العامل المشترك بسويه بالصفر فيطلع عندي اكس زائد 5 يساوي صفر، انقل الخمسة بتصير سالب 5، اكس تساوي سالب 5، طلعت قيمة اكس يبقى عندي اطلع قيمة واي. شلون اطلع قيمة الواي؟ بيقول انا عارف دائما ان اف اوف اكس هي بعد كذلك واي، هذه انا عارف ان هي هني عندي اف اوف اكس بعد هي اسمها واي، صح؟ فانا بيقول واي تساوي اكس ناقص 1، اني نشيل الاكس ونحط سالب 5 اللي طلعته في البدايه هني، فيطلع عندي قيمه واي سالب 6. اذا الفجوه هي سالب 5 وسالب 6. اي اشوف معاكم شلون برسم هذه التمثيل البياني. اني نشوف مع بعض اول خطوه شنو انا سويت. انا جيت خذيت هني اللي هي عندي صفر وسالب 1، اروح حق صفر وسالب 1 هني، عندي هذه النقطة اللي هني. النقطة الثانية 1 وصفر، بيحطها هني. 1 وصفر. بعدين أعرف أن الفجوة هي سالب 5، أكاهي سالب 5 وسالب 6، فهذه هي الفجوة. شلون أرسم الفجوة؟ أحطها بذي الشكل، هي دائرة. هذه هي الفجوة. أرسمها بذي الشكل، أبتدي أرسم الخط اللي عندي هني بشرط أن أنا ما مر بالفجوة اللي عندي إياها، وبذي الشكل يصير هذه عندي التمثيل البياني لما تكون الدالة اللي عندي فيها فجوة. وبهذه الشكل أنا خلصت من تمثيل البياني للدوالة النسبية اللي عندها نقاط انفصال نفس هذه النقطة اللي نسميها الفجوة. وفي النهاية أشكر لكم حسن استماعكم ونرجو للجميع النجاح والتفوق.